كابتن ابراهيم، النهارده تابعت بكل تاكيد مباراه الاسماعيلي والزمالك، والجميل فيها زياره اعداد الجماهير اللي طبعا رجعت المدرجات. لكن انا قلت في صوره النهارده هعتبر نفسي ما شفتهاش، لان انا بحب الاسماعيليه وبحب جماهير الاسماعيلي وعاشق لها. وانا اتمنى، واحنا كنا بنتكلم برضو انت لا تتمنى وجودها مره طبعا ثانيه برضو طبعا في المدرجات. شفت المباراه النهارده ازاي؟ الزمالك بصفقاته الجديده عبد الله السعيد مع شيكابالا مع شحاته اول مره، في ظل نشوة عند النادي الإسماعيلي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا الأسبوع الماضي، وأربع نقاط في مباراتين، يعني عاوز أقول في الظروف اللي الإسماعيلي فيها يعتبر إنجاز. أنا شايف يعني أحسن حاجة في المباراة زي ما قلت لحضرتك في الفاصل أو في قبل الهوا إن الجمهور الماتش يعني كان كويس، بس مش اللي هو كنا منتظرينه من زمالك وإسماعيلي. وزي ما الإسماعيلي حضرتك مع قلت وجود جماهيري طبعا بقى، طبعا هل توقف الدوري أثر؟ طبعا زي ما طبعا شفنا الأهلي مع شباب بوليزاد متأثر، طبعا جدا برضه الزمالك طبعا. متأثر. الماتشات الرسميه غير التمارين وغير الماتشات الوديه طبعا، العامل النفسي والعصبي لا لا يعني بيأثر طبعا اللعيبه. زي ما حضرتك قلت انا شايف النقطه نقطه مهمه جدا لنادي الاسماعيلي، انت واخد نقطه من نادي الزمالك يعني بالصفقات زي ما حضرتك قلت طبعا بالسكواد اللي عنده، لا سكواد جامد طبعا. فانا شايف ان الاسماعيلي خد نقطه، وكان الزمالك كان يعني متسيد الشوط الثاني كله. اسماعيلي راح كام فرصه كده، بس طبعا الخبرات مش موجوده في اسماعيلي كتير. بس انا شايف ان نقطه مهمه جدا لنادي النادي الاسماعيلي، نقطة يبني عليه. طبعا ويبني عليها طبعا 3 بونت الماتش اللي فات ونقطه النهارده، فدي حاجه كويسه طبعا يعني. وانا بتكلم مع الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام، قلت له عندك نادي الفرج اكتشاف، طبعا انا شايف ان هو هيبقى لعيب كويس قوي، هيبقى مهاجم لو لا اشتغل لعيب صح كويس قوي، وحافظ على نفسه جاي. لا ما شاء الله، مميزاته ايه من وجهة نظرك؟ لا هو بيقف على كورته كويس، بيروح على الجول، لا يعني عنده ثقه في نفسه وعنده شخصيه في الملعب، لا لعيب كويس. وبعدين في اكتر من لعيب شاب في نادي الاسماعيلي، لا لعيبه كويسه جدا. فزي ما قلت لحضرتك من شويه يعني بجد برافو كابتن ايهاب يعني بالسكواد اللي عنده، يعني انا شايف ان هو عامل اعجاز مش انجاز. شايف متابعة الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن وابراهيم حسن النهارده لمباريات الدوري ووجود النهارده في استاد الاسماعيليه، مردوده بيبقى ايه على اللاعبين داخل الملعب لما انت تلاقي الجهاز الفني المنتخب بيتابعك؟ طبعا كل اللعيبه عايزه تطلع ما في وسعها، اكتر حاجه عندها طبعا، عشان منتخب مصر يعني، انت ولا اهلي ولا زمالك ولا منتخب مصر يعني رقم واحد في مصر طبعا. فبتبقى مردود كويس للعيبه يعني ان هو عايزين يطلعوا كل ما عندهم طبعا، التركيز بابا. انا مثلا منتخب جاي مدرب منتخب جاي يتفرج عليا مثلا، ببقى عامل حسابي ان انا ادي الصوره طبعا، الموجوده لا اهو، وانا واثق ان ادي الصوره قدامنا وانا كابتن. واثق ان الجهاز او كابتن حسام هيجيب لعيبه يعني ممكن تكون اول مره تخش منتخب مصر طبعا. كابتن ابراهيم، كابتن حسام، النائب احمد طبعا دياب، يعني كابتن وليد بدر، كابتن بنتمناهم عبد التوفيق الواحد، طبعا. كابتن سعفان، كابتن سليمان. انا على المستوى الشخصي خطوه اتاخرت للكابتن حسام، بس الحمد لله اللي هو مسك منتخب مصر يعني. كابتن حسام وكابتن ابراهيم تاريخ طبعا في الكره المصريه طبعا، وانا شايف ان شاء الله كان باذن في الله تكريم النهارده طبعا. زي ما هو احنا شايفين. حتى كان في تكريم في بيراميدز طبعا، ده شيء جميل، طبعا جهاز وطني، جهاز طبعا، وطني الناس ومش كلها اي حابه. جهاز وطني كمان، حسام وابراهيم يعني بقيمه الكابتن طبعا حسام وكابتن طبعا ابراهيم. يعني. انا معاك، فان شاء الله ربنا يوفقهم يعني يقدروا يعملوا حاجه مع منتخب مصر الفتره دايما الجايه كابتن حسام بيكتشف نجوم جديده، هيعمل كده مع المنتخب من وجهه كتير. نظر. هو بيحب يكتشف قوي يعني، زي ما قلت لحضرتك وانت حضرتك كنت بالصوره المعروضه يعني، قلت لحضرتك هو هيكتشف، هو بيحب يكتشف اللعيبه الجديده. ففي ممكن في اول معسكر ممكن تلاقي اكتر من لعيب مين من جديد. وجهه نظرك بعيده عن نجوم القطبين لا هتلاقي والمحترفين شباب كتير صغيره زي يعني، مثلا هتلاقي زي نادر مثلا، نادر، ساعي، يعني شباب صغيره جدا يعني في الزمالك، في يعني لا هتلاقي في زد، هتلاقي لا هو كابتن حسام بيحب كمان اللعيبه الصغيره قوي. بس هل الفترة دي ممكن نجرب فيها ولا هيبقى معتمد على هو في القوام؟ قوام طبعا يا كابتن، أكيد. وبعدين يعني ممكن تدخل 1 2 3 يعني في وسط القوام بتاعك مع الدكتور. ده شيء جميل. طيب قول لي ماتشات الدوري شايفها السنة دي أفضل من الموسم الماضي ولا في ظل التنافس؟ احنا شايفين إنبي على قمة الجدول 13 مباراة 23 نقطة ما شاء الله، زد في المركز الثاني 21، بيراميدز 21، اتحاد سكندري 19، طلائع الجيش 18، مع اختلاف المباريات اللي اتلعبت، الخريطه بتتغير. زد اللي صاعد للموسم الاول شايفينه في المركز الثاني ومع مجدي عبد العاطي حاجه جميله جدا بيلعب وفق المعطيات بتاعته.
هو كابتن مجدي انا اتمرنت معاه فتره بسيطه في الانتاج، من المدربين كويسه جدا، جدا بيشتغل على نفسه، جدا بيذاكر كويس قوي يعني، المدربين بامانه كويسه جدا، وعامل فرقه محترمه جدا. وبعدين انا شايف ان زد منظومه محترفه يعني، انا زي شايف ان زد منظومه محترفه جدا بامانه، فماشيه بخطوات ثابته كويسه. بس ده برده مش مقياس، لان الزمالك عنده ماتشات متاجله، الاهلي عنده ماتشات كتير متاجله زي ما حضرتك بتقول، الانبي الاول وزد التاني، لا يعني لو الاهلي هيلعب ماتشاته والزمالك تلعب ماتشاته مع بيراميدز طبعا هتلاقي الجدول اتغير طبعا، هيتغير. بس انا شايف ان في منافسه قويه السنه دي يعني. يعني شايف مين الحصان الاسود من وجهه نظرك في الجدول حتى الان؟ هو زد. زد. وانبي طبعا بالنتائج. بالنتائج اللي هم طبعا. يعني انبي وزد طبعا. شايف برضو حركه تغيير المدربين والاجهزه الفنيه؟ يعني شفنا كابتن